السلام عليكم، تحياتي لجميع لي فانز كلكم. كنقول لكم السلام عليكم، كما وعدناكم ديما بالجديد. اليوم رحنا واحد المطعم سميتو مطعم اندلس، حاضرين فيه وحنا غادي نصوروا لكم داكشي بلي ديتاي. بلاصتو احسن مطعم ديال الحوت كاين في اونفيرس، وغادي نصوروه بلي ديتاي وغادي نشوفو مطعم توب 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 توب. والتيكي ديالو ها هو هنايا عندي، فوالا مطعم اندلس، ولكن شي حاجه ما دايراش حوت 100%، داكشي كلشي طري. خليكم معايا نكلب التليفون ومن بعد نشوفكم. كما قلنا لكم شي حاجه ما دايراش، الحوت جميع الانواع، داكشي توب 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 توب. كما قلت لكم مطعم اندلس، لادريس ديالو ها هي دي هنايا كما كتشوفوا. جميع لي فانز كنقول لكم اللي بغى ياكل يجي مطعم اندلس، مطعم مزيون، التعامل عندهم واعر، الصوبه بلا ما تخمم شي حاجه، يا سلام. المهم ما نشقاش نحكي لكم لو بري، عندهم بون بري 17 اورو الكيلو مصوب، يعني شي حاجه واعره. كاين غامباس من هذا النوع هذا كما كتشوفوا، شي حاجه واعره. كما كتشوفوا كما كنقول لكم عندهم الحوت مشرمال، عندهم كل شيء كما كتشوفوا هكذا، البايلا شي حاجه واعره، يعني مطعم في المستوى. مطعم اندلس موجود بطرناوت سيباند، السيرفيس ما نشقاش نحكي لكم شي حاجه توب. تبارك الله وصلى على النبي، كروفيت كما كنقولوا له انا سيدي، شي حاجه حيه، شي حاجه واعره. لي صالاد عندهم حتى شويه هنايا، لي صالاد موسلان، لي صالاد داكشي الانواع. وتبارك الله وصلى على النبي، يعني التعامل في المستوى، شي حاجه اللي ما تجيش على البال ديالك. الناس كرماء، جينا عندهم وعاود جينا عندهم، كيبيعوا حتى الحوت الا بغيت تدي معاك بالكيلو. واليوم رحنا معروضين هنايا مول المحل، كبر بينا وحنا جينا كما كتشوف. تبارك الله وصلى على النبي، الخير د مولانا. انا نعم سيدي، ظلم. تبارك الله وصلى على النبي، كالامار، الخير موجود في كل بلاصه. تعامل جيد. لي فانز ديالنا كنصحوكم باش تجيو لهنايا، مرحبا بكم. ومول المحل الله يعمر راس العان، الناس كتعامل تعامل في المستوى كما كتشوفوا. تبارك الله، كتعزل راسك وكيطيب لك، بغيتيه مقلي بغيتيه مشوي اللي بغيتي، المهم بالطريقه اللي كتعزل نتايا كيصوبوها لكم. المهم محل مستوى، طلبوا منا باش ما نصوروش البيرسون اللي عندهم هنايا، مي كنقول لكم ديك الشيء يستاهل انك تجي وتشوف تشوف بعينيك وتزكوطي وتذوق هادشي، هذا شي حاجه توب توب توب. كما كتشوفوا عندهم حتى الماتيريال شي حاجه نقيه، ستيمر، يعني ريستورون في المستوى، يعني شي حاجه تقدر توقف على الماكله ديالك كطيب قدامك، تشوف قدامك كلشي. عندهم هنايا كما كتشوفوا هنا على ليست، معقمات، يعني باش تعقموا المسائل كلشي، متاخدين جميع الاجراءات، داكشي في المستوى كما قلنا لكم. فوالا، وعندهم الجهه الاخرى منين كي يحاولوا يدفعوا الماكله بطريقه من هذه الجهه، هذه جميع الطبلات يخرجوا من لهنايا. والسيرفيس ما نشقاش نحكي لكم، الناس كيديروا السيرفيس واعر، السيرفيس شي حاجه ما رايجاش. مشروبات جميع انواع الاشكال، قهوه، المهم داكشي ما نسقاش نحكي لكم، توب ديال التوب. حتى الجهه فين كيقليو كتشوف داكشي بروبر 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 بزاف.
المهم رجعت لكم من جديد كما كنقول لكم ما نقدرش باش نصور الناس ما كنبغيش باش تبين وجهها هنا. المهم رحنا راه الاشاره ديالكم كنفرحوا معكم كل شيء وكنحاولوا نوريكم بلايص مزيونين كما وعدناكم كنطيبوا في الدار وكما نخرجوا ناكلوا برا ولا نمشيو شي بلاصه شي شهيوه واعره كنصوروا وكنفرحوها معكم. المهم غادي نرجع معكم ملي غادي تنزل الكوموند ديالنا في الطبله ان شاء الله وغادي نصوروا لكم كل شيء بلي ديتاي. كنشكركم على المتابعه ديالكم ميرسي بزاف ومن بعد ان شاء الله وي كما قلنا لكم ملي غادي توجد الماكله ديالنا وتكون في الطبله غادي نصوروها لكم وغادي نفرقوا معكم كل شيء. الماكله وجدات حنا نخليو لكم تمنظروا على البلاطو ديالنا والمسائل ديالنا كيف دايره السيرفيس تبارك الله وصلى على النبي شي حاجه لا تقاوم. المهم حنا غادي نشوفوا كل شيء على المباشر. انا فوالا كما قلنا لكم الطبيله ديالنا هي واجده السوبه ديالنا هي جات انا نعم سيدي هذه فيها غير الموصله و حوت شي حاجه سوبر انا كما كتشوفوا ها الحوت ديالنا الحوت ديالنا هو واجد السوبة ديالنا هي جات لاصوص كريرة يعني ديكشي في المستوى ونخليكم كاع تدخلوا بلي ديطاي انا نعم اسيدي السوبة شي حاجة واعرة. هذا كنتمنىكم تذوقوا منه شي حاجه فيتامين 100% وتحت الطلب شي حاجه واعره. المهم غادي نخليكم من بعد ان شاء الله نرجع نشوفكم تهلاو لي فراسكم جميع لي فانز كنقول لكم شكرا بزاف اللي كتابعوا الفيديوهات ديالنا كما قلنا لكم لادريس ها هي دي سردينيا فوالا بالصحة والراحة للجميع شكرا. اهلا احنا رجعنا لكم كملنا الحوت ديالنا عمرنا كرشنا وجينا باش نهضمو في احسن بلاصة كاينة في اونفيرس يعني بلاصة واعرة بنادم يكون طالع له الدم ومكره يجي لهنايا يحس بواحد الراحة بوحدة ويوقف هنايا فوق لوتوروت. انا نعم السيدي هذه الطريق كتدي لهولندا وهذه كتهبط للمغرب هنايا الحياه السعيده هانتا شوف 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 على منظر منظر واعر هي طريقه جديده باش تقدر تهضم لان ديك الشيء ملي تحس كيدوز كيهضم كل شيء وهذه بلاصه كنجي لها مني كنكون ستريسي ولا شي حاجه كنجي لهنايا كنجلس كنكمل جوج ثلاثه د الكرويات واحد الساعه هاد المكانه وكنبدل الساعه بساعه اخرى كما قلت لكم راه لا فامي بداو كيهبلوا لا فامي بداو كيهبلوا ها انتم لا فامي بداو كيهبلوا الله يوصل على خير الناس اللي ماشيين للمغرب هادو اللي هابطين للمغرب وهادو اللي طالعين لهولندا. كما قلنا لكم حنا كنجيو لهنايا من يضر مزيون راه منظر واعر ماشي منظر حمق. والمهم ديك الشيء كانت الماكله واعره كان اليوم مزيون السيد عيطنا وكرمنا الله يكرمو وتا حنا نكرمو غنديرو هاد الفيديو هذا غنلونسيوه بالسميه ديالهم ديال الاندلس وغادي نقول لكم تمشيو عندو وغيكرمكم ان شاء الله الرحمن الرحيم بصحتكم وراحتكم. وكنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم يكون خفيف على قلبكم ان شاء الله ونكملوها انت ان شاء الله من يقدر شوف شي غير هي ما تشوف لا كارو ماشي لا يديك لا يخليك ها هما اربعه هاد الحومق راهم خارجين حتى هما واحد الواد راه تما حنا غادي نتمشاو دابا قالوا كاين شي واد هنايا غادي نمشيو نشوفوه اش راه يديك هاد ديز تاعك فاند فيديو فيرو تورلوك
كاين واحد المعلمه تاريخيه كما كتسمعوا المدام كتقول، واحد الطنك طنك ديال الحرب العالميه، الحرب العالميه الثانيه، الحرب العالميه الثانيه. حنا غادي نمشيو نشوفوه، وهاد الطنك هذا زولوه خلاوه هنايا انتيك مزيون شي حاجه واعره. وهنايا مسيربات ديال البيشكليتات في وسط الغابه، ها انت غير البيشكليت اللي كدوز منه مسير بديك شي حمق. وحنا وصلنا للطنك، هاد البلاصه هادي ديال اكسبو جينيرال جورج روبرت بلانتون. حنا وصلنا للطنك، غادي نتصوروا معاه، غنصوروه لكم. طنك شي حاجه حيه ود بالصحراء، ماشي كذوب، ماشي لعب. ها هو، نعم سيدي، ها هو دا نمره 40. شي حاجه، يا سلام. خوكم حسن، تحياتي. راه حنا عمرناها ما بقيناش نعرفوا التيك توك فين كاين. طنق واعر منظر شديد، ها هو. وحنا غادي نزعمو كاع وغادي نقربو حتى لحداه وغادي نشوفو. انا نعم سيدي، معلمه تاريخيه بكل مقاييس، معلمه تاريخيه. وغادي نحاولو نزورو من الجهه الاخرى. هنايا لا ليست ديال دايرين فيها كلشي ديال كرالا لالي، المهم اللي بغى يقرا العام طويل. هنا ملي نطلعو نطلقو الصواريخ، الطرامات مازالين خدامين، يعني الدنيا نقيه، ما تشوف لا بنادم، ما تسمع لا تيتيت لا جافيل لا كارو لا يديك لا يخليك. وتحيه خاصه 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 لواحد واحد بنادم كيطلع لي ديما في اي فيديو كنديرو كيخسر فيه الهضره، غادي نقول له حشومه عليك. وانا راني عارف ما عارف المراه اللي راه كدير هكذا، غادي نقول لها حشومه عليك ودخل بسميه اخرى عاوتاني داروا فالس كونت ودخلوا عاود كيسبوا حشومه عليك. انا ما عندي حتى شي مشكل مع شي واحد باش يدخل يسبني ويسب لي وليداتي ويسبني هكذا بهذه الطريقه. حشومه حشومه حشومه، هادشي باش غادي نرد عليك، حيت ما كنعرفكش. اما الا كنت كنعرفك غادي نجي نعبر لك على المشاعر ديالي مباشره ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسي حسن الصغير ها هو، الله يرضي على ولدي، ها هو. قول لهم تحياتي. وهذا هو اللي كاين. الى هنا تنتهي قصتنا اليوميه، وكنقول لكم شكرا بزاف حيت تبعتيونا وعطيتيونا شويه من وقتكم. غادي نرجعوا عندكم في احسن حاجه، في حاجه جديده. كان عندنا واحد الفيديو مع واحد الشخص مهم، ساعه ما يسرش فيها الله. وهذا هو اللي كاين. انا سيدي الطونوغاتس ارانيا. السلام عليكم، قلكم الله يعاون.